الفزورة، خمس أشخاص تحت نخلة. الأول أعمى، الثاني أبكم، الرابع بلا يدين، الخامس بلا رجلين. إذا سقطت التفاحة من الأعلى، من يستطيع التقاطها أولاً؟ الجواب: النخلة لا تثمر تفاح. ثلاثة عبروا الجسر. الأول رأى الجسر ومشى عليه، الثاني رأى الجسر ولم يمش عليه، والثالث لم يرى الجسر ولم يمش عليه. كيف حصل ذلك؟